يونيسف تشيد بإطلاق مصر استراتيجية جديدة بمشاركة الشباب لمواجهة التغيرات المناخية. وزارة الدفاع الأمريكية تدرس اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم أول خطاب له حول السياسة الخارجية لبلاده. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في مصر جيرمي هوبكنز بإطلاق مصر استراتيجية جديدة بمشاركة الشباب لمواجهة التغيرات المناخية. كما أشاد ممثل اليونيسف بزيادة الوعي في مصر بأهمية العمل بشأن تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي. وأكد هوبكنز أن حلول يونيسف فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتي تم عرضها في مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ COP27 تتمثل في مشاركة الشباب والأطفال في المناقشات الفعالة، مثمنا تعهد مصر بإدماج تغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية وبتحولها للأخضر عبر رؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة. وأوضح المسؤول الأممي أن مشاركة يونيسف مصر في الدورة 27 لقمة المناخ جاءت لضمان الاعتراف بأزمة المناخ على أنها أزمة للأطفال والشباب وحقوقهم، ولتعزيز مناهج تقليل مخاطر المناخ لأولئك الأكثر احتياجا. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 565 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 816 طن مواد غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. تم ضبط قرابة 107 أطنان، وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 641 طن، كما تم ضبط قرابة 69 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فيما تم ضبط 919 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و173 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز. أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية والمسار الدستوري والأطر القانونية وتشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار. جاء ذلك خلال لقاء شكري الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي. وعرض شكري خلال اللقاء الجهود المستمرة التي بذلتها مصر وما تزال تبذلها بإخلاص لحلحلة الأزمة، لا سيما من خلال استضافتها مؤخرا لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أهمية إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. ومن جانبه استعرض باتيلي الجهود والاتصالات التي يقوم بها إلى الساحة الليبية وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف. كما أعرب باتيلي عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا وتطلعه للتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف المواطنين في مناطق حزام بغداد. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، قال إن منطقة حزام بغداد من أهم المناطق الحيوية بالنسبة لقيادة العمليات المشتركة. وأضاف اللواء تحسين أن القوات العراقية نفذت عمليات نوعية استباقية وكمائن ليلية ساهمت بشكل كبير في إحباط مخططات الإرهابيين. من جانبه أوضح قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي اللواء الركن عماد المالكي، أوضح أن قوات الجيش نفذت عمليات نوعية ضد الخلايا الإرهابية أسفرت عن تدمير أوكار ومخابئ للإرهابيين في الطارمية، مؤكدا قتل إرهابيين حاولوا التسلل وتنفيذ عمليات إرهابية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية علاقة التعاون مع كازاخستان في سائر المجالات خاصة الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية. وخلال كلمته أمام المنتدى 18 للتعاون بين روسيا وكازاخستان، أشار بوتين إلى أن بلاده تتطلع لفتح آفاق جديدة في التجارة والتصدير والاستيراد، مشيرا إلى أنه بحث مع رئيس كازاخستان مسألة رفع القيود عن التعاون التجاري بين البلدين، مشيرا إلى النمو الكبير في التجارة بين البلدين، حيث شهد العام الماضي نموا بنسبة 35%. تدرس وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة. وأوضح كبير مشتري الأسلحة بالجيش الأمريكي دوغ بوش أن القنابل تتميز بأنها صغيرة ورخيصة، يتم تثبيتها على صواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا، مما يتيح لأوكرانيا ضرب أهداف عسكرية حيوية كان من الصعب الوصول إليها، فضلا عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة. وقالت مصادر في الصناعة إن المنظومة التي اقترحتها بوينغ هي واحدة من حوالي 6 خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سكان مدينة خرسون ما زالوا يعانون من قصف يومي بالمدفعية الروسية على الرغم من استعادة كييف المدينة. وأضافت الوزارة أن الكثير من الضرر قد لحق بمدينة خرسون بسبب استخدام روسيا لقاذفات صواريخ متعددة، وذلك في أحدث تقاريرها الاستخباراتية حول الأزمة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المدينة الساحلية معرضة للخطر حيث لا تزال في نطاق معظم أنظمة المدفعية الروسية التي تطلق الآن من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو. أعلنت أوكرانيا أن أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية تضررت بسبب الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية. وقال نائب وزير الداخلية الأوكرانية يفهين يانين أن نحو 520 منطقة تواجه الآن مشكلات في إمدادات الطاقة، وتضرر حوالي 32,000 من أصحاب الأملاك المدنية ومعظمها منازل منفصلة ومجمعات سكنية، مشيرا إلى أنه تم شن 3% فقط من الضربات الروسية على منشآت عسكرية. قالت أوكرانيا إن القوات الروسية فشلت في الحفاظ على سيطرتها على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وأكد مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخاليو بودلياك أن الجيش الروسي سوف يتقهقر عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حيث يتراجع خط دفاعه تدريجيا باتجاه حدود روسيا. من جهتها وصفت الإدارة المعينة من موسكو الأنباء عن إمكانية انسحاب روسيا من محطة زابوريجيا بالأكاذيب. чомусь звинуватила Україну в якихось
قال وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، قال إن صادرات الحبوب الأوكرانية لن تصل إلى 3 ملايين طن في نوفمبر الجاري مع محاولة روسيا الحد من عمليات التفتيش على السفن في الموانئ. وأوضح الوزير الأوكراني أن نحو 4.2 مليون طن من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش قلت 5 مرات بعد أن كان يتم إجراء 40 عملية تفتيش في اليوم. تزامنا مع محاولة روسيا الحد من عمليات التفتيش على سفن الحبوب وفقا لاتفاق تصدير الحبوب الموقع بين موسكو وكييف تحت رعاية أممية، تتوقع أوكرانيا تصدير أقل من 3 ملايين طن حبوب الشهر الجاري، وهو ما يشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي. العاصمة كييف استضافت مطلع الأسبوع اجتماعا ضم عددا من القادة الأوروبيين لبحث عملية تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف، وأسفر الاجتماع عن إطلاق خطة لتصدير حبوب بقيمة 150 مليون دولار إلى تلك الدول. الرئيس الأوكراني من جانبه أعلن اعتزام بلاده إرسال 60 سفينة على الأقل إلى الدول التي تعاني من أزمة في الأمن الغذائي، وأوضح أن المبادرة ستكون من أكبر المساهمات وخطوة واقعية وضرورية جدا في تحقيق الاستقرار العالمي. البيان المشترك الصادر عقب القمة ذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سجل العالم واردات من المنتجات الزراعية أقل ب10 ملايين طن مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وأضاف أن هذا يعني أن الأمن الغذائي لملايين البشر في أنحاء العالم مهدد بشكل خطير. وتأتي المبادرة التي أعلنت عنها كييف لتضاف إلى اتفاق بواسطة الأمم المتحدة السماح بمرور بعض شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو طريق أساسي لصادرات منتجي القمح الرئيسيين في المنطقة تم غلقه في أعقاب العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي. قالت شركة غاز بروم الروسية إنها ستشحن 42.2 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، وذلك بانخفاض طفيف عن مستوى أمس البالغ 42.6 مليون متر مكعب. من ناحية أخرى، سحبت غاز بروم تهديدا بخفض إمدادات الغاز إلى مولدوفا، لكنها قالت إنها تحتفظ بالحق في خفض أو وقف التدفقات في المستقبل إذا لم تسدد مولدوفا المدفوعات المتفق عليها. وفي الأسبوع الماضي اتهمت شركة غاز بروم أوكرانيا بوقف إمدادات الغاز التي تمر عبر البلاد في طريقها إلى مولدوفا، وهو أمر نفته كييف. تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في 3 أشهر مدفوعة بانخفاضات في أسهم الطاقة والتجزئة والتعدين بعد أن تسببت الاحتجاجات الواسعة في الصين على القيود الصارمة لمكافحة كورونا في إطلاق موجة بيع في الأسواق العالمية. وتراجع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.5% بعد الانخفاضات الحادة في الأسهم الآسيوية. كما تراجعت أسهم شركات النفط الأوروبية 2%، إذ انخفضت أسعار خام برنت والخام الأمريكي 3% تقريبا. أشارت صحيفة لابانغورديا الإسبانية إلى أن الأسر الإسبانية تعاني من وضع غير مسبوق بالنسبة لأسعار الغذاء المستمرة في الارتفاع، حيث زادت الأسعار في أكتوبر الماضي بنسبة 16% مع توقعات باستمرار الارتفاع للفترات القادمة. وأشارت الصحيفة إلى أن نقص الأسمدة والمواد الخام بسبب الأزمة الأوكرانية إضافة لتغير المناخ وموجة الجفاف أدى كل ذلك إلى نقص إنتاج بعض المحاصيل الزراعية الأساسية، وبالتالي زيادة في الأسعار. أظهرت الأرقام الصادرة عن طوكيو أن أسعار المواد الغذائية المصنعة صعدت بنسبة 6.7% في نوفمبر، ما ساهم بنحو 1.4 نقطة مئوية في التضخم الكلي، وشهدت ما يقرب من 833
مادة غذائية بما في ذلك منتجات الألبان شهدت زيادة في الأسعار خلال نوفمبر الجاري. بعد أشهر من ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة، تجاوز التضخم في العاصمة اليابانية طوكيو التوقعات مسجلاً أسرع وتيرة له منذ عام 1982. أسعار المستهلكين صعدت بنسبة 3.6% في عاصمة اليابان خلال نوفمبر، وكانت الوتيرة الأسرع مدفوعة بمزيد من الزيادات في أسعار المواد الغذائية المصنعة وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية. وأظهرت الأرقام الصادرة عن طوكيو أن أسعار المواد الغذائية المصنعة صعدت بنسبة 6.7% في نوفمبر، مما ساهم بنحو 1.4 نقطة مئوية في التضخم الكلي، متخطية بذلك تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. كذلك انخفضت الأجور الحقيقية منذ أبريل الماضي، مما زاد من العوامل التي تقلص القوة الشرائية للمستهلكين وتساهم في مخاوف بنك اليابان المركزي من أن الزيادة المبكرة في أسعار الفائدة يمكن أن تقلب الاقتصاد رأساً على عقب. التسارع المستمر في التضخم الأساسي يشكل تحدياً لوجهة نظر هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان، الذي قال إن التضخم المدفوع بزيادة التكاليف مؤقت فقط، وإن هناك حاجة لمواصلة حزم التحفيز من أجل ضمان استقرار زيادات الأسعار. من جانبهم يتفق الاقتصاديون إلى حد كبير مع كورودا على أن التضخم في اليابان سينخفض مع ترجيحات تراجع الزيادات في تكاليف الطاقة عندما يدخل الدعم الحكومي الكبير حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة، رغم اختلاف الآراء حول حجم هذا التراجع. قال الرئيس المكسيكي مانويل أوبرادور إن المكسيك ستعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال عام 2023 في غضون أيام قليلة، مقترحا أن تكون هذه النسبة نحو 20%. وتعهد أوبرادور منذ توليه منصبه في أواخر عام 2018 بإعطاء الأولوية للفقراء ومعالجة التفاوت الهائل في الثروة في المكسيك لتخفيف التراجع المستمر منذ عشرات السنين في القوى الشرائية للعمال. ورفعت إدارته الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة منذ عام 2019، كان آخرها 22% في عام 2022. Cuando menos para 2003 y 2023 y 2024. Las reservas del Banco de México han aumentado. للمزيد معنا عبر الهاتف دكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي من لندن. أهلا بك معنا دكتور. يعني العالم شرقا وغربا يعاني من التضخم، كيف السبيل للنجاة من هذه الأزمة خاصة الدول الأوروبية؟ بالنسبة للدول الأوروبية خاصة، يعني قد يكون الوضع أكثر صعوبة من باقي التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى، وهنا أنا أخص منطقة اليورو، لأن البنك المركزي الأوروبي تردد كثيرا قبل بداية نهجه في رفع نسب الفائدة في منطقة اليورو، وهو متأخر كثيرا في اللحاق بنفس النهج الذي اعتمده بنك إنجلترا المركزي وبالتأكيد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. وحال التردد من قبل البنك المركزي الأوروبي لها أسباب وجيهة، لأن العديد من الدول الأوروبية تعاني من مستوى مديونية مرتفع بشكل قياسي، في مقدمتها إيطاليا التي تعاني من مستوى مديونية يزيد عن 150% من الناتج الإجمالي المحلي الإيطالي. وعندما يقدم البنك المركزي الأوروبي لرفع نسب الفائدة، بالتأكيد تكلفة خدمات الديون لهذه الدول سوف ترتفع بشكل خطير، ويمكن أن تواجه منطقة اليورو نفس السيناريو، وقد يكون هذه المرة أكثر خطورة لما شهدته في عام 2012، ما يعرف اقتصاديا بأزمة الديون الأوروبية. بالإضافة لإيطاليا، هناك يعني 5 دول أوروبية أخرى تعاني من ديون سيادية. طيب، هل السيناريوهات التي تعيشها أوروبا حاليا هي الأسوأ، أم أن هناك أسوأ قادم مع نقص الطاقة، مع نقص الغذاء، يعني دخول فصل الشتاء والحاجة إلى الطاقة والتدفئة وكذا؟ طبيعة السيناريوهات التي تعيشها أوروبا الآن، وأيضا البدائل والخيارات المتاحة
أمام أوروبا للتعامل معها في الفترة المقبلة؟ بالتأكيد الوضع الحالي بالنسبة للاقتصادات الأوروبية هو سيء جدا، ومن المتوقع أن ينتقل إلى ما هو أكثر سوءا وأكثر خطورة، لأن أوروبا كقارة بمجملها فقدت عامل الأمان والاستقرار بالنسبة لأحد أهم قطاعاتها الاقتصادية وهو قطاع الطاقة. يعني يمكن القول واقعيا وتاريخيا بأن القارة الأوروبية ازدهرت ونمت اقتصاديا بفضل الغاز الروسي الذي كان يأتي الأسواق الأوروبية آمنا مستقرا عبر أنابيب وذو تكلفة رخيصة جدا مقارنة مع ما تدفعه أوروبا حاليا للغاز المسال خاصة الأمريكي. يعني هناك تقارير تشير إلى أن أوروبا تدفع ما يزيد عن 5 أضعاف ما كانت تدفعه لروسيا مقابل غازها الطبيعي. لذلك فقدان قطاع الطاقة الأوروبي عامل الأمان والاستقرار يجعل أوروبا تعتمد بشكل أساسي على الغاز المسال، وهذا الغاز المسال هو غاز غير آمن وغير مستقر، هو متذبذب في سعره وفي وجهته، يمكن أن تغير شحنة الغاز المسال حتى وهي يعني في حتى وهي تبحر يمكن أن تغير وجهتها إلى وجهة أخرى تدفع ثمنا أعلى. لذلك أوروبا حاليا مضطرة لكي تعتمد على الغاز المسال، وهذا بالتأكيد سوف يرفع مستوى التضخم للفترة المقبلة، وسوف يعني ترغم البنك المركزي الأوروبي لاعتماد إضافي لرفع نسب الفائدة. وهناك مخاطر كبيرة جدا من أن الدول التي تعاني مستوى مديونية مرتفع يمكن أن تواجه أزمات اقتصادية أكثر خطورة مما شهدته اليونان في عام 2010، وحينها الجميع يتساءلون من الجهات التي يمكن أن تنقذ إيطاليا ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو. لذلك طيب. الوضع جدا نعم. سوداوي بالنسبة ما حال يعني الناس في الشارع الأوروبي، يعني هل ما زالت لديهم سعة صدر لاستيعاب صدمات خاصة بالغذاء، ارتفاع الأسعار، هناك مطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور، هناك مظاهرات وكذا في الشوارع، ما طبيعة التعامل المتعلقة بالناس في الشارع الأوروبي مع هذه الأزمات المتكررة؟ أشكرك على هذا السؤال، سؤال وجيه وواقعي. يعني هناك العديد من الدول الأوروبية قامت يعني بتجهيز خطط للتعامل مع مثل هذا الوضع وتحديد سقف لأسعار الطاقة خاصة بالنسبة لألمانيا، ولكن مثل هذه الخطوة هي بالتأكيد سوف لن ترضي الشارع الأوروبي، وقد شهدنا بوادر الغضب بالإضافة للمظاهرات التي ذكرتها، شهدنا بوادر وملامح الغضب تنعكس في صناديق الاقتراع. الانتخابات الإيطالية الأخيرة كانت أصدق مثال على ذلك، يعني الإيطاليون فضلوا أن يصوتوا لحزب لديه انتماءات تاريخية مع الفاشية الإيطالية، حزب جورجيا ميلوني، يعني هو حزب تاريخي مرتبط بالفاشية الإيطالية، والإيطاليون فضلوا أن يصوتوا لهذا الحزب بدل من أن يصوتوا لحزب يعني يعتمد استراتيجية الاتحاد الأوروبي. لذلك إيطاليا حاليا انتقلت إلى اليمين واليمين المتطرف، وهذا بالتأكيد يتنافى مع روح الاتحاد الأوروبي واستراتيجيتها الشاملة. كذلك أيضا بالنسبة للسويد، انتخابات أخرى نقلت السويد إلى اليمين المتطرف. فرنسا الانتخابات الأخيرة أفقدت الرئيس ماكرو، حزب الرئيس ماكرو، الأغلبية البرلمانية. لذلك حل الغضب الأوروبية سوف تنعكس في صناديق الاقتراع، وهذا هو السيناريو الذي يرعب الاتحاد الأوروبي، لأن اليمين المتطرف بالتأكيد يتنافى مع يعني أجندة واستراتيجية الاتحاد الأوروبي ككل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي من لندن. يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك اليوم أول كلمة رئيسية له في مجال السياسة الخارجية، وكشفت الحكومة البريطانية أن سوناك سيعتزم خلال الخطاب التشديد على وجوب أن تدافع بلاده بقوة عن الحرية والانفتاح، ولا سيما في مواجهة الصين وروسيا.
في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية منذ أن أصبح رئيسا للحكومة، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحديث عن طبيعة علاقات بلاده مع الدول. الخطاب الذي سيلقيه أمام عدد كبير من الدبلوماسيين وممثلي قطاع الأعمال، يعتزم خلاله سوناك التشديد على وجوب أن تدافع بريطانيا بقوة أكبر عن الحرية والانفتاح، ولا سيما في مواجهة الصين وروسيا. في خطابات سابقة له، وصف سوناك الصين باعتبارها التهديد الأول للأمن العالمي والمحلي، وتعهد بتقليص نفوذها إذا أصبح رئيسا للوزراء. ورغم ذلك دعا سوناك خلال قمة مجموعة العشرين إلى علاقة صريحة وبناءة بين لندن وبكين اللتين توترت العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة. أما فيما يتعلق بروسيا، فقد أجرى سوناك في وقت سابق هذا الشهر زيارة لكييف لتقديم مزيد من الدعم الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية. ووفقا لمقتطفات من كلمته نشرت الحكومة قبل الخطاب، سيؤكد رئيس الوزراء البريطاني أن منافسي بلاده لديهم استراتيجية على المدى الطويل في مواجهة هذه التحديات، معتبرا أن الاستراتيجية القصيرة الأمد والتمنيات لن تكون كافية على حد تعبيره. وفقا لداونينج ستريت، سيعلن سوناك خلال خطابه أن بريطانيا ستقوم بقفزة تطويرية في نهجها، وهو ما يعني توفير اقتصاد أقوى باعتباره أساس قوتها في الخارج. كما سيؤكد ضرورة أن تكون بريطانيا أقوى للدفاع عن قيمها والانفتاح الذي يقوم عليه ازدهارها. أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية في أستراليا عن خفض مستوى التهديد الإرهابي من محتمل إلى ممكن، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014. وقال مدير عام الجهاز، قال إن القرار لا يعني انتهاء التهديد، حيث إن هناك أنشطة عبر الإنترنت تتضمن أشخاصا يبحثون عن كيفية صنع القنابل والتدريب باستخدام الأسلحة، مشيرا إلى إمكانية رفع مستوى التهديد مرة أخرى. Although of course my organization will literally work around the clock to prevent that from happening. قتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم مسلح على أحد الفنادق الشهيرة في العاصمة الصومالية مقديشيو. وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية صادق دوديش في بيان إن مجموعة مسلحة من حركة الشباب الإرهابية هجمت فندقا قرب القصر الرئاسي، وتحاول قوات الأمن القضاء عليها بعد أن تمكنت من إنقاذ كثير من المدنيين والمسؤولين السياسيين من الفندق. يأتي هذا الهجوم الجديد في وقت قرر الرئيس الصومالي المنتخب حديثا حسن شيخ محمود خوض حرب شاملة ضد عناصر الحركة الإرهابية. أصيب أكثر من 80 شخصا من بينهم 36 شرطيا في جنوب الهند عندما اشتبك قرويون أوقفوا عمليات بناء ميناء بقيمة 900 مليون دولار مع الشرطة. ويطالب محتجون بالإفراج عن شخص احتجزته السلطات خلال مظاهرة ضد مشروع تطوير ميناء يتم تنفيذه بتكلفة 900 مليون دولار. كانت أعمال التشييد والبناء في الميناء توقفت لأكثر من 3 أشهر بعد أن سد المحتجون وأغلبهم من الصيادين مدخله، ملقين على المشروع مسؤولية تآكل السواحل وبحرمانهم من سبل رزقهم. أعلنت اللجنة الوطنية في الصين تسجيل 5 رقم قياسي على التوالي في إصابات فيروس كورونا اليومية، بلغ 40,347 إصابة جديدة بالفيروس. وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مقارنة مع حالة وفاة واحدة في اليوم السابق، ليبقى العدد الإجمالي للوفيات 5,233 حالة. ولا تزال عدة مدن كبرى تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع استمرار تسجيل مئات الإصابات في مختلف المدن على مستوى أنحاء البلاد.
قالت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة إن الصين ستطلق الثلاثاء مركبة الفضاء شينشو 15 إلى محطتها الفضائية في آخر مهمة في خطة الصين لاستكمال محطتها الفضائية المدارية المأهولة. وقالت الوكالة إن المركبة تحمل 3 رواد فضاء، وقالت إنه سيتم تسليم المحطة الفضائية لهم في غضون أسبوع من قبل رواد الفضاء 3 الذين وصلوا إلى هناك في أوائل يونيو الماضي. وفي سياق متصل، اعتبرت واشنطن أن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي. وقالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي إن بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية. أعلنت الحكومة الإيطالية حالة طوارئ في جزيرة إيسيكيا، حيث تسبب هطول أمطار غزيرة بانزلاق للتربة أدى إلى مقتل 7 أشخاص وفقدان 5 آخرين. ويواصل أكثر من 200 عنصر في الدفاع المدني وقوات الأمن البحث عن مفقودين لليوم الثاني على التوالي. انهيار هائل وقع في جزيرة إسكيا المقابلة لنابولي جنوب إيطاليا بعد هطول أمطار استثنائية تسببت في سقوط كتلة من الوحل والحطام على سفح الجبل باتجاه ميناء كاساميتشيولا، ما أدى إلى انهيار بنايات ودفع مركبات إلى البحر. الحكومة الإيطالية من جهتها أعلنت حالة الطوارئ في الجزيرة خلال اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، وخصصت 2 مليون يورو لعمليات الإنقاذ واستعادة الخدمات العامة. فرق الإنقاذ الإيطالية واصلت أعمال الحفر في الوحل والأنقاض لليوم الثاني على التوالي بحثاً عن أشخاص ما زالوا في عدد المفقودين جراء الانهيار الأرضي بالجزيرة. وقال مسؤولون إن مخاطر الانهيارات الأرضية ما زالت قائمة في أعلى جزء من البلدة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في المنطقة المجاورة لها في اهتراء جزء من سفح الجبل، وهو ما استدعى دخول فرق الإنقاذ سيراً على الأقدام. وغالباً ما تعلن حالة الطوارئ في شبه الجزيرة في أعقاب زلازل أو انفجارات بركانية أو بسبب أحوال جوية قاسية، لأن إنها تتيح تعبئة سريعة للأموال والموارد ومنها المخصصة للحماية المدنية. كانت بلدة كازاميتشولا تيرمي التي يبلغ عدد سكانها 8000 نسمة في الشتاء قد شهدت زلزالا أدى إلى مقتل شخصين في 2017، وهذه البلدة دمرها بالكامل زلزال أقوى بكثير في نهاية القرن 19. نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقة طوسون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الكشف على ما يقرب من 650 مواطنا. وضمت القافلة تخصصات طبية مختلفة بجانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية متنقلة تتوفر بها كل الأدوية، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجرائها مجاناً. تأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التي تنظمها الوزارة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية. بالقافلة معايا معظم التخصصات الطبية: البطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، بجانب العظام معايا جهاز للأشعة، معمل دم وطفيليات، بجانب وجود صيدلية بها أكثر من 90 صنف من العلاج. الحالات التي تحتاج إلى إحالة يتم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة للإحالة للمجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الصناديق السيادية تعتبر إحدى أدوات التمويل المبتكر سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الفوائد المالية للأجيال القادمة. جاء ذلك في الفيديو الذي نشره المركز بعنوان الصناديق السيادية، يسلط فيه الضوء على تاريخ نشأة الصناديق السيادية، وأوضح أن الصناديق السيادية تتأسس لتحقيق 3 أهداف:
منها تحقيق الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم تصنيفها وفقا لمصادر التمويل إلى صناديق تمثل المواد الأولوية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، وصناديق تعتمد على عوائد تطبيق برنامج الخصخصة وحصيلة بيع الممتلكات العامة مثل صندوق مصر السيادية. وللمزيد من المتابعة معي عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد. دكتور عمرو، أهمية استخدام الصناديق السيادية في تحسين معدلات النمو في رأيك؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. احنا في الحقيقة يعني كل دول العالم المتقدمة وكثير من الدول النامية فيها مجموعة من الصناديق السيادية، الهدف منها ترشيد الإدارة الاقتصادية لأصول الدولة، وده بيتم في كل الدول. يمكن احنا عندنا مثلا زي النرويج، يمكن هي اللي بدأت أولى الصناديق السيادية، وعندنا أيضا دول الخليج فيها مجموعة من الصناديق الخاصة بإدارة حصيلة الغاز والنفط. وده في الحقيقة مش النمط اللي موجود في مصر. طبعا ده بيؤدي إلى ضمان استدامة في النمو الاقتصادي وتنويع للمصادر، بالذات الدول اللي عندها مصادر محدودة أو غير متنوعة زي الدول النفطية ودول الغاز. في دول أخرى نشأت فيها فكرة الصناديق، وهي ومنها كتير من الدول النامية اللي بتدير عوائد الخصخصة أو بتعيد استخدام أو استغلال الأصول العامة والدخول فيها في شراكات مع القطاع الخاص. ودي الحالة اللي الصندوق السيادي المصري بيحاول يعملها. وبالتالي احنا هنا بنتكلم على علاقة وثيقة ما بين النمو الاقتصادي والصناديق السيادية من خلال حسن الاستغلال للأصول المملوكة للدولة بشكل يؤدي إلى الحفاظ على نمو مستدام. نعم، طيب هل من الممكن أن تعزز هذه الصناديق حجم الاستثمارات فيما يتعلق بطرح الحكومة في البورصة، أم أنها لها قوانين خاصة؟ الصناديق السيادية لها قوانين خاصة بالطبع، ولكن الصندوق السيادي يستطيع أن يلعب دور المحفز والجاذب لاستثمارات القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، وبالتالي يمكن تنشيط البورصة أو سوق رأس المال، ويمكن جذب استثمارات أجنبية من خلال قيام الصندوق بدوره في تهيئة بعض الشركات لعملية الطرح العام في البورصة أو الطرح المستثمرين الأجانب، لأن ده بيحتاج إلى مراجعة للسياسات المالية والأنشطة والخطط المستقبلية لهذه الشركات، خصوصا أن الحكومة المصرية بتتبنى مبدأ المشاركة أكتر منه التخارج. وهنا احنا بنتكلم مش على بيع شركات بالكامل، إنما بنتكلم على تحسين كفاءة إدارة هذه الشركات من خلال إشراك القطاع الخاص ووضع مجموعة من القواعد الهامة زي الحوكمة والشفافية والمراقبة من خلال انضباط للمعاملات المالية والقواعد الموجودة داخل هذه الشركات قبل طرحها للبورصة. نعم، طيب إذا ما تحدثنا عن تجربة صندوق مصر السيادي بشكل خاص، يعني كيف ترى هذه التجربة وما تحتاجه في الفترة القادمة؟ حتى الآن تجربة صندوق مصر السيادي هي تجربة لازالت في مهدها. احنا بنتكلم عن صندوق عمره مقارنة بالصناديق الموجودة في العالم منخفض جدا، بنتكلم على بضع سنوات. يعني يمكن الفترات اللي فاتت الصندوق عمل فيها دراسات
أكثر منها إدارة للتدفقات النقدية، ما نقدرش نتكلم على معدلات عائد مرتفعة حتى الآن قدمها الصندوق للدولة المصرية. يمكن وجود كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثر على برامج سواء الطروحات الحكومية في البورصة أو في حركة الاستثمار الأجنبي المتأثر في العالم بشكل عام. إنما إن شاء الله نأمل خلال الفترة القادمة إن الصندوق يلعب دور كبير في جذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري وتنشيط البورصة المصرية. نعم، أشكرك جزيلا دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وبحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. تتواصل جهود وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التموينية بخاصة حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط 73 طن مواد غذائية متنوعة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما تمكنت من ضبط 89 طن مواد غذائية متنوعة قام المسؤولون عن 3 مخازن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، ونجحت في ضبط 53 طن ونصف طن أرز أبيض ودقيق أبيض وملح طعام تم تجمعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء بحوزة قائد سيارة ومالك مضرب أرز بدون ترخيص بكفر الشيخ ومالك مضرب أرز بالإسماعيلية، وكذا المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية. وتمكنت من ضبط 67 طن دقيق أبيض قام مالك مخزن بدون الترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. ومع استمرار الحملات الأمنية للتصدي لقضايا حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 55 طن سكر تموني محظور تداوله خارج منظومة الدعم بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية ومالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية تمهيدا لإعادة بيعها على أنها سكر حر، واستولي بذلك على الدعم المخصص لها. وضبط قرابة 35 طن دقيق بلدي مدعم قام المسؤول عن مخبز بلدي وقائد سيارة بالقليوبية بالاستيلاء عليها ببيعها بالسوق السوداء، واستولي بذلك على الدعم المخصص لها. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 56 طن ونصف طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بشمال سيناء والجيزة. وتمكنت من ضبط 58 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالمنوفية وسوهاج، وضبط 33 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والشرقية وسوهاج. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 7 أطنان مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع ومالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بالغربية. ونجحت في ضبط أكثر من 15 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة والمنوفية، وضبط أكثر من 12 طن ونصف أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالغربية والقليوبية.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي. وأكد المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الوضع الصحي في المدارس آمن وطبيعي، ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات، مشددا على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة المدارس الحكومية في موعدها المقرر يوم 14 من يناير 2023 حتى 26 من يناير 2023 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعلن عنها مسبقا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلوي التنفسي بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 ستكون بنظام الكتاب المفتوح وباستخدام كتيب المفاهيم مثل العام الماضي وبنفس الدرجات في المواد مع اختلاف عملية توزيع الدرجات. أكد وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة أن التعريب مستمر هذا العام، وسيكون هناك ورقة بابل شيت بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية والتي ستكون بنسبة 15% من الامتحان، مشيرا إلى أن التصحيح سيكون من خلال المدرس وستكون الدرجة موزعة على الإجابات، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن نماذج امتحانات الثانوية العامة عقب أجازة نصف العام لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات، مؤكدا أن الطالب سيحصل على درجة في كل خطوة صحيحة يقوم بالإجابة عليها. تختتم اليوم فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام، والذي أقيمت فعالياته على مدار يومين بالقاهرة بمشاركة العديد من الإعلاميين والمختصين بصناعة الإعلام في مصر والعالم. تحت شعار الجمهورية الجديدة جائحة التغيير، أقيمت فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام على مدى يومين بالقاهرة، حيث كان ملتقى لأكثر من 1200 صحفي وإعلامي ودارس من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من 150 خبيرا ومدربا عبر عدة فعاليات وجلسات مختلفة. لما أنت تجيب الصحفيين والإعلام المحلي والعربي والأجنبي ويتحاورون معا في قضايا المهنة وقضايا مش بس مهنة محلية، لا هنا المهنة على المستوى المصري الإقليمي الدولي، ده تطور مهم جدا ونقاش مهم، خصوصا أن الإعلام في العالم كله يواجه مرحلة مش هقول مشكلة، في تحديات كتيرة بيواجهها الإعلام تتمثل في كيفية التوائم والانتقال من الإعلام التقليدي جدا إلى الإعلام الفيديوي إذا جاز التعبير، مش بس الإعلام الإلكتروني، المصطلح بقى قديم جدا جدا والناس بدأت تهجر الإعلام الإلكتروني بشكله التقليدي إلى الإعلام الجديد خالص، الإعلام المعتمد على السوشيال ميديا. تضمنت أجندة المنتدى العديد من الموضوعات، حيث ناقش على مدار جلساته أبرز التغييرات التي طرأت على الجمهور بمختلف دول العالم من حيث استخدامات وتفضيلات وتفاعل مع الرسائل الإعلامية المتنوعة، بالإضافة لبحث كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام والتأثير والتحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة. هذه خطوة منتظرة من لا أقول سنين يمكن عقود، فكرة الالتحام العربي في الإعلام، ونحن نعرف حجم التحديات التي يتعرض يعني والنقلات الرهيبة التي تكاد تكون كل 24 ساعة التي يعني تضرب عالم الإعلام، فمن الورقي إلى الإلكتروني إلى كل هذه تحديات نكاد يعني تكاد يعني لا نبالغ إذا قلنا أنها تلهث، ففكرة المواكبة هذه التحديات. منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي يعقد بالقاهرة ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، يهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجادة لتقديم خارطة جديدة لإعلام المستقبل عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام والسياسات وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذوي الكفاءة المدعمين بقيم ومبادئ المهنة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.
تشهد المدن السياحية المصرية بشكل عام ومدن محافظة البحر الأحمر بشكل خاص حالة من الانتعاش غير المسبوق، وذلك مع بداية الموسم السياحي الشتوي، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقي أكثر من 90% في أغلب الفنادق والمنتجعات المختلفة، وبالتزامن مع تواصل فعاليات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حرصت إدارة الفنادق على تجهيز أماكن مختلفة لعرض المباريات وبإتاحة كل أنواع الترفيه والاستمتاع للسياح لتشجيع المنتخبات المشاركة بالبطولة. السياح من مختلف أنحاء العالم يتوافدون على الغردقة للاستمتاع بالجو الشتوي الدافئ والطقس الرائع، وتشهد المدن السياحية المصرية بشكل عام ومدن محافظة البحر الأحمر وهي الغردقة ومرسى علم والفنادق المختلفة بسفاجة والقصير بشكل خاص حالة من الانتعاشة السياحية الغير مسبوقة، وذلك مع بداية الموسم السياحي الشتوي، حيث بلغت نسب الإشغال الفندقي أكثر من 90% في أغلب الفنادق والمنتجعات المختلفة. ومن داخل فنادق الغردقة يشجع سياح العالم عالم منتخباتهم المشاركة في كأس العالم 2022، حيث تم تخصيص شاشات عرض ضخمة داخل مقرات الإقامة وعرض جداول للمباريات للسياح بكل الأماكن بالفنادق وتقديم عروض ترفيهية ورياضية بأعلام المنتخبات الفائزة. من جانبه قال إيهاب السيد مدير أحد فنادق الغردقة إن فنادق البحر الأحمر استعدت استعدادا كبيرا لاستقبال مباريات كأس العالم داخل الفنادق المختلفة، حيث تم تجهيز عدة صالات لعرض المباريات من خلال شاشات عرض ضخمة داخل الفنادق، كذلك تجهيز الصالات بأعلام المنتخبات التي ستلعب المباراة حسب توقيتها، وكذلك نشر توقيت المباريات بشكل واضح في صالات الفندق والأماكن المختلفة له، فضلا عن إتاحة كل أنواع الترفيه والاستمتاع للسائح أثناء مشاهدة فريق بلاده يشارك في كأس العالم. فيما أكد علاء الدين محمود مدير أحد الفنادق بالغردقة أنه تم تجهيز مكان مخصص داخل الفندق لمشاهدة مباريات كأس العالم يوميا وتجهيز كميات كبيرة من الأعلام الصغيرة الخاصة بكل دول. عاملين بعض الاستعدادات المهمة عشان الدورة دي، عاملين شاشات كبيرة على البيتش وعلى البول، وعندنا كمان في المن أو في المبنى الرئيسي عاملين برضو شاشة كبيرة عشان تستوعب كل الجنسيات الموجودة عشان الناس تقدر تتفرج على الماتش كويس. وفي حالة الفوز يسمح للسياح بالاحتفال داخل الفندق بطريقتهم الخاصة. الأجواء بتاع كأس العالم جميلة جدا، وهي حاسة ان هي في كأس العالم هنا، وبتقول لكم الأتموسفير والجو، بتحس ان المود بتاع كأس العالم هنا موجود عندنا في مصر، ومبسوطة هي جدا معانا، وبتقول ان هي ممكن تيجي ان شاء الله السنة الجاية. الفنادق قامت ايضا بتجهيز مجسمات على شكل كأس العالم لإدخال بهجة وجو كأس العالم للسائح كي يستمتع بمشاهدة فريق بلاده داخل فنادق البحر الأحمر، مضيفا أن نسب الإشغال بالفنادق ارتفعت في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم بسبب كأس العالم، خاصة بعد تخفيضات حاملي تأشيرات هي التي أعلنت عنها الحكومة المصرية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة، وهذه عناوين الأخبار. يونيسف تشيد بإطلاق مصر استراتيجية جديدة بمشاركة الشباب لمواجهة التغيرات المناخية. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدرس اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم أول خطاب له حول السياسة الخارجية لبلاده. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.